الأهلي يهدر فوزا مؤكدا الشوط الثاني ويكتفي بالتعادل مع بيراميدز 2-2. كابتن شريف، تعادل من وجهة نظري غير مستحق. لا غير مستحق، بس في حاجة غريبة جدا النهاردة، من حتى لما احنا دخل فينا الجون يا كابتن قلنا مش مشكلة، يعني احنا احسن، احنا انتشارنا في الملعب جيد، هنستخدم الكارت الاحمر اللي حصل والزيادة العددية، وكانت لينا الست، وكان الهدف تعادل في اسرع ما يمكن. مفيش احسن من كده سيناريو، مفيش احسن من كده انتشار للعيبة، مفيش احسن من كده عرضيات، الى ان التغييرات حصلت وجبنا دون الاسترسال في بقية الاحداث، يعني في الاهداف الضايعة كلها جبنا هدف وبقينا متفوقين، وفجأة احنا كلنا واحنا قاعدين تنبأنا بان الملعب مفتوح واللعيبة فيش تنظيم بالنسبة لهم، فيش ادارة في الملعب، لعيبة بتنزل ولعيبة بتخرج، وحاسين كده ان الماتش بقى مباح، هنا ممكن يجي جول وممكن هنا يجي جول، مع انك انت كان ممكن بشيء من التنظيم القليل جدا في الصفوف واللعيبه نفسها من نفسها، يعني تصرف طبعا الهدف اللي احنا جبناه في نفسنا، يعني ما هم ما جابوش فينا هدف، احنا اللي جبناه في نفسنا، يعني تصرف غريب شويه يعني. ف يا رب يكون لينا الاثنين بونت اللي احنا فقدناهم النهارده دول، يعني دول اكتر من اثنين بونت، انت يعني كان المفروض تبقى معاك ثلاثه بونت، لا انت فقدت اثنين بونت. ف يا رب يكون فيه يعني تبقى علامه ربنا مجهز لنا حاجه احسن باذن الله قدام المباراه دي، ودرس، درس في الكوره كبير جدا، واحنا كلنا واحنا قاعدين انا بكرر قلنا بهذا الشكل، والكوره اللي جت في العارضه بعد كره العارضه ما اعرفش ايه، احنا ياما عدت علينا ظروف زي ده في الملعب، وكنا مش بنتعادل بس، كان بيبقى احنا ضاغطين 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 ونتخطف في جون في الاخر، فسيناريو مش هقول يعني وحش قوي لا، انما لازم اللعيبه تاخد بالها بعد كده وتحافظ على الاداء بتاعها وتحافظ على الكيان، ويبقى في تركيز اكتر من كده في المراحل دي، يعني خلاص فرقه ناقصه واحد وانت كسبان متقدم وتقدر تروح عن طريق الاطراف بسرعه. مفيش حاجه حصلت في الملعب غير عدم الالتزام بالتمركز وعدم التزام بالضغط على فرقه بيراميدز، فرقه بيراميدز سلمت خلاص، يعني انت اللعيب بيستلم الكره واللعيب بيروح عند الجون يحاول بس يعمل اي حاجه، فبيلاقي الكره تعدي من حارس المرمى فيمد رجله ويجيب جول، يعني سيناريو غريب جدا لا يصدق، يعني خدت بالك، يعني لو كنا بنتكلم في الكوره يمكن ربنا احنا بقول عامل لنا حاجه احسن من كده باذن الله، وهار لك للاثنين بونت دول. نتمنى ان يكون مباراه فيها درس كبير لينا وللعيبه وكلنا، يعني مش اللعيبه بس، يعني والاجهزه الفنيه وكل الناس اللي موجودين، وهارلك يعني الكره فيها كده وفيها كده يعني.